مش هسألك عادي فيها، لكن خلينا نسأل سامي على الاختيارات. نبداو من الجارديان معز حسن، زوز مقابلات اساسي، صفر دقيقه مع فريقه في فرنسا تقريبا في 4 سنين من الكوب دي موند. تقريبا معز لاعب ممكن ماكس نتاعو 4 5 ماتشات في 5 سنين. انا باش نعطيك راي خاص، هذا متفاهمين فيه في الميكرو سامي. لازم يلعب، شكون اللي لازم يلعب سامي؟ فقط باخذ شويه في الميكرو. شكون اللي لازم يلعب في الفريق الوطني؟ هذه متفاهمين فيها، الجوار اللي يلعب واللي كومبيتيتيف واللي ومعناتها ومتميز في فريقه، مش يلعب في فريقه برك لكن متميز في فريقه. لكن انا عندي راي خاص، معز احسن خير من بن شريفيه وخير من وهو بطل وخير من شكون؟ وخير من بن مصطفى. بالنسبة لي أنا مش من توا نقولها، من اللي جاء المرة الأولى للفريق الوطني صحيح أنه معناتها إل مونك دو كومبيتيسيون، مي بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا معز حسن إي سوبيريور أبن مصطفى إي سوبيريور أبن شريفية. لا لا قلت لك أنا نعطيك هو رئيس بعضنا، أنا نعطيك مفتوح في المجال، أنا نعطيك أنا فيك ريت 3 4 ري اللي عملهم البارح، ريت 3 4 ري اللي عملهم ضد الكونغو، شوفوا 3 4 ري اللي عملهم ضد الكونغو و 3 4 ري اللي عملهم البارح. انا ملا انا سي سامي سامحني باش نقص عليك سكوندا، انا ملاعبي ما يلعبش راهو في كيب راهو عاد متفاهمين انا با كيستيون باش يلعب. اسمعني اسمعني وما يجي جمله شويه، انت وقتها تتكلم على المبدا هذا 70% من اللاعبين المتواجدين في الفريق الوطني ما يحطوش ساقيهم في الفريق الوطني. تعرف على الجيم وعلى سمعني باش نفسر لك، لولا اصابه ايمن دحمان ما كانش باش يكون موجود معز حسن. انا اعطيتك راي فني، اعطيتك راي فني. انا جو تروف كو سي ان تري بون غارديان. نقطة استفهام كيفاش اللاعب هذا ما يلعبش فريقه في فرنسا والمانجير نتاعو وينو المانجير نتاعو، تحركوا من الفريق هذاك يمشي لفريق اخر خاطر بور لو غارديان اكثر من اي لاعب لازم كومبيتيتيف. هذاك بالنسبة لي انا نقطة استفهام، لكن على المستوى الفني بالنسبة لي انا الي لارجومون سوبيريور معناتها عاطف التخيلي ما ذكرتوش. لا 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 الي سوبيريور عاطف التخيلي، لا 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 لارجومون سوبيريور على عاطف التخيلي ولارجومون سوبيريور على معناتها افضل من دحمان. زاد افضل من دحمان، دحمان بالنسبه لي تعتبر هو الاول مع معاذ حسن الاولاني الاولاني. انا بالنسبه لي انا دحمان عندي نقطه استفهام، نقول العاب اللي لعب في صفاقس وديبلوس فاكسيان سي ان غارديان كي 4 5 كيلو دو بلوس il joue constamment avec 4 5 كيلو زايدين. سي ان بوان دانتيروغاسيون. وسام الدفاع انت كنت مدافع قبل اكيد راح نسالك، انت ما فماش ستابيليتي اليوم في الدفاع، كل مره نشوفوا بير يلعب في الاكس، ديزاريال كل مره نشوفوا شكون يلعب، على عكس الجزائر اللي تقريبا ملاعبيه كل واضحين حتى ماتش ميكالي لعبهم وما بيدهم الفورماسيون لازم تلعب ويزم يربح ويزم كيما قلت لك 27 ماتش ما خسرتش الجزائر. اليوم نحن في ليكيب ناسيونال تاع تونس خويا يلزمك انت شنو يلزمك تلقى الاوتوماتيزم بين الاربعه هذوكم اللي يهزوا لك الفريق، راهو حطها في بالك سلام والناس اللي تعرف الكوره، جارديان والاربعه التوالى اول هذوكم الساعه قبل الاتاكون قبل كل شيء، هذوما الاربعه لازمك تلقى لهم ستابيليتي نتاعهم والاوتوماتيزم نتاعهم، خاطر ارير دروا لازم يفهم يلزم لك يفهم لاكسيال كي يطلع يعرف الاخر باش يكوبري وراه الاخر لارير جوش ديجا هكا اللي هنا ديما معناها ديما يلزم يفهموا بعضهم خاطر يلزم يتكلموا بعضهم هذوك يهزوا ليكيب. شفنا الطالب البارح اليوم ماناش قاعدين نشوفوا فيها معناها الفورماسيون والاربعه الاربعه ولا الجارديان ما همش قاعدين هما ديما الموجودين مع بعض او مرياح ديما موجود ومعاه طالبي المره اللي فاتت اليوم براون ارير دروا كشفيدا ودراغ ودراغر اريير جوش اليوم نشوفوا علي العابدي ومع اسامه الحدادي وهما بار كونتر لازمك هذوما الاربعه لازمك تحطهم الساعه وبيفو اكسيال لازم دم موجودين ما فيهمش هذا هو بيفو واضح الصخيري صخيري صحيت صخيري من احسن الملاعبيه اللي موجوده تو بصراحه خلينا في الدفاع الساعة. في الدفاع اليوم نجيزمك علي معلول بصراحه خلينا نقولوا علي معلول احسن واحد في البلاصه هذيك اليوم علي العابدي قاعد سامحني لا لا جوست حبيت نعرفك ولا انت تتكلم فيها هذا كله صحيح لكن وقت عندك النكس سنترال انستابل مش انستابل معناتها تغيير عندك لاكس سنترال نتاعك ضعيف برشا ضعيف لازم وقت تبدا عندك وقت تبدا عندك لاكس خمسه سامحني خمسه مدافعين لازم تختار من شويه في زوز وقت تبدا عندك انت لاكس سنترال نتاعك ضعيف ما عادش تنجم لا تتكلم على لا على مدافع ايمن لا على مدافع ايسر ومش من اليوم لاكس سنترال نتاعنا ضعيف
مش من اليوم وما تغيروش والملاعبيه هذوكم بيدهم لاك سنترال مرياح اي فابل سور بلان ديفونسيف مرياح في ليكيب نتاعو ما يلعبش هو طاجي يلعب كابيتان معناها افهم معناها كيفاش هذه جيستيون فهمو يلزمني لازمك تفهم راهو اسلام انا اعطيني الكومبيتيتيف انا قبل ما عطاتك والله صدقني قبل حتى كي نلعبوا مع الأمير ما تلعبش في كيفك ما تجيش راهو ليكيب ناسيونال سي المونجي ما تجيش في العالم راهو في العالم الكل ما تجيش وراهو قبل معناها الزوز اللي في اللاكس راهم يلزمهم ديما يلعبوا علاش اللي مش يدخل في اللاكس مش يدخل معاهم في اللاكس لازم شوف باش الاخر اللي يلعب قبلك لازم يكون مش في فورما وما لعبش ولا تضرب باش انت تشد بلاصه معاه راهو صدقني قبل نعمل ملاحظه زي قبل راهو ما كانتش للكادو مفتوح المجال الكادو ما كانش موجودين يا اسلام حسام نحب نعمل ملاحظه احنا دخلنا توا في الجزئيات الفنيه شوف انا كصحفي ثم حقائق لازمنا نقولوهم ولازمنا ما نهربوش منهم ونعرفوهم وقت عندك رئيس جامعه يتدخل في القائمه والقائمه هي قائمه رئيس الجامعه قبل كل شيء وقت عندك رئيس جامعه يتدخل في ال11 اللي مش يهبطوا ال11 الاساسيين اللي مش يهبطوا وقت عندك رئيس جامعه يهبط في الميتان للفستيير ويسكت معناتها الناخب الاول والناخب الثاني ويتكلم رئيس الجامعه ما عادش تنجم تتكلم على اختيارات والاختيارات ونحكيو عليهم هذوما اللاعب اللي يلعب واللاعب ما يلعبش واللاعب الكومبيتيتيف ولا مش كومبيتيتيف اختيارات شكون هذم اختيارات فرضهم مش من اليوم صار له مشاكل مع البنزرتي على هدايا مع معلول بزنسوا مع بعضهم وتفاهموا كانت عندهم كلمه برك مع جيريس نفس الشيء اليوم مع الكبير ومع السليمي مسكرين فمهم اثنين واختيارات السيد وديع الجري كان ما نقولوش هدايا للناس اللي يسمعوا فينا رانا ما اديناش الواجب نتاعنا على الاقل نتكلم على نفسي انا كصحفي.